غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. هنا ألو، نيافة المطران يوحنا. نعم، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا سعادة المطران يوحنا حبيب، أنا اسمي وسام عبد الله وبكلم سعادتك يا فندم من أمريكا. تشرفنا. تشرفنا فيك يا فندم، أولا بشكرك على أدبك وعلى سعة صدرك. شاكرين يا فندم. نيافة المطران الفاضل، يعني حضرتك علم من أعلام الكنيسة المارونية في الأرجنتين، وحضرتك كما تعلم الكتاب المقدس يقول المستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم. نيافة المطران يوحنا، في حضرتك عندك علم اسمه النقد النصي، بيحاول يأتي بنص أقرب ما يكون إلى الأصل، ولكن علماء النقد النصي يقولون ما هي الحاجة لعلم النقد النصي؟ أولا الأصل غير موجود، اثنين النساخ غيروا للتصحيح، ثلاثة ليس هناك مخطوطين مثل بعض. طب يا فندم اذا كان الاصل غير موجود والنسخ غيره للتصحيح وما فيش نسختين مثل بعض، كيف نثق في صحه الكتاب المقدس؟ نعم اتفضل يا فندم. انا بقول لحضرتك يا فندم، اذا علم النقد النصي بيقول ان ما هي الحاجه لعلم النقد النصي؟ واحد ان الاصل غير موجود، اثنين النساخ متعمدين التغيير للتصحيح، ثلاثة ليس هناك نسختان مثل بعض. فإذا كان يا فندم الأصل غير موجود والنساخ غيروا للتصحيح وما فيش نسختين مثل بعض، كيف نثق في صحة الكتاب المقدس؟ حضرتك أنت مش... نعم يا فندم. يعني يا فندم أنا حضرتك أقول لك أنا مين. أنا حضرتك اسمي وسام عبد الله، وأنا سعادتك باحث في المسيحية، وحضرتك لي موقع اسمه موقع غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان ديالوج. أنا لي مناظرات بالإنجليزي ولي مناظرات بالعربي، وبتصل بسعادتك لأن الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه بالرجاء، لأن الكتاب المقابل اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ده المسيح متأسف. الكتاب بيقول اكرز بالكلمة، اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. يقول بولس ان كنا ننكره فسينكرنا. يقول المسيح اكرز بالانجيل للخليقة كلها. يقول المسيح فتشوا الكتب. يقول المسيح وتعرفون الحق والحق يحرركم. يقول كمان من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. ويقول من يستعبي بكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه. نرجع تاني يا فندم، إذا كان الأصل غير موجود والنساخ متعمدين التغيير للتصحيح وليس هناك مخطوطان مثل بعض، كيف نثق في صحة الكتاب المقدس؟ تفضل يا فندم. هذا الشيء مغلوط. إزاي مغلوط يا فندم؟ تفضل اتفضل. الكتاب المقدس في منه نسخات ما لا يعد ولا يحصى. مضبوط الأصل مش موجود، ولكن النسخات اللي معمولين عنه موجودين وبكثرة موجودين. ما في أي كتاب لا إنجيلي ولا يوناني ولا هابلو هوميروس، كل هدول الكتاب القديمين في إله النسخ راب على الأصل مثل ما في الإنجيل راب على الأصل. على النساخ وقت يكتبوا يمكن يغيروا بشي كلمة بشي جملة، بس مش كله معناته عم بيغيروه، ولا ما بيكونوا نساخ حقيقيين، بيكونوا عم بيدوروا. يعني انت عم تفترض انه كل نسخة بيعملها واحد وبيعرف بيغير فيها كل شيء، وهذا افتراض غير صحيح وغير واقع، لانه الناس يمكن يغيروا غلط بكلمة او كلمة ما يفهمها يفسرها، بس مش معناتها مغير كل شيء. بعدين يصير احنا نجيب الانجيل من اقوال من
كنيسة الأوبة، لأنه بحكمه وبتعليمه للناس كانوا يذكروا دايما الكتاب المقدس. فإذا جمعنا بس من أقوالهم نقدر نحصل على الكتاب المقدس بكامله. وهيدي علامة إنه الكتاب المقدس، نحن عنا أربع نجيب تحكي عن المسيح، لأنه هيدول أربع أشخاص كتبوا عن الحقيقة، وكل واحد من خلال اللي عم بجرب يوصله. طيب للناس اللي بدهم يوصلوا إليه. صاحب السيادة المطران، نيافة المطران، ممكن تسمح لي بس في النقطة دي لو تكرم؟ أولا أنا بشكرك على أدبك الجم وسعة صدرك، بس لو سمح لي بس أرد. أنت حضرتك اتفقت معايا أن الأصل غير موجود، ودي حقيقة ما فيهاش أي نقاش، أجمع على ذلك جميع العلماء. مش موجود الأصل. نعم. وكان معك الأصل، كتبت أنه في شيء ثاني بتقول الأصل مش موجود. لا أنا بس أنت حضرتك قلت أي شيء عم تعتمد تقول الأصل مش موجود يا فندم. أنت حضرتك يعني كأنك أنت بتعرف الأصل وعم تقول لا أنت يا فندم. أنا بس لأنه الأصل يا نيافة المطران، هل حضرتك الأصول المخطوطات اللي كتبها الكتاب موجودة حضرتك؟ موجود نسخ عنها. لا أنا بسأل حضرتك هل الأصول موجودة؟ يعني قلت لك مش موجودة. مش موجودة، ممتاز. الآن حضرتك يا فندم صح. طيب يا فندم صح، ممتاز. لو سمحت حضرتك، أنت راجل يعني من علماء الكنيسة المارونية الكاثوليكية. طيب علماء يعني طيب يا فندم، حضرتك تعرف يعني. تعرف الترجمة اليسوعية، وهي ترجمة اليسوعية عارفها حضرتك أكيد. نعم. الترجمة اليسوعية بعد إذن حضرتك، بس لو كنت ساعة صدري دقيقتين بس، عند حضرتك مثلا في صفحة 12 و13 لو تسمح لي بس، بتقول نص العهد الجديد، تقول بلغنا نص الأصفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي أنشأت في كثير من مختلف اللغات، وهي محفوظة الآن في المكتبات في طوال العالم وعرضه، وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ للكتب التي خطتها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاء. هذا أول نقطة. اثنين، الأصل مش موجود. اثنين، بيقول أن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة، بل يمكن للمرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية، ولكن عددها كثير جدا على كل حال. هناك طائفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام، ولكن هناك فوارق بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلحهم للعمل متفاوت، وما من أحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحاول أن تتصف أي نسخة كانت، مهما بذل فيها من الجهد بالموافقة التامة للمثل التي أخذت عنه. يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية أن يصوبوا ما جاء في مثلهم، وبدأ لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكون كلها خاطئة. ومن الواضح إن ما أدخلوا النساخ من التبديل أي التغيير على مر القرون تراكم بعضه على بعض الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. والمثل الأعلى الذي يهدف إليه علم نقد النصوص هو أن يمحص هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نص أقرب ما يكون إلى الأصل الأول، ولا يرجى في حال من الأحوال وصول إليه. الآن أنا استخدمت الترجمة اليسوعية ليه؟ عشان حضرتك مروني، فدي ترجمة يسوعية كاثوليكية بتقول الأصل غير موجود، بتقول إن الساخ غيره وبدله، بتقول كمان مستحيل نوصل للأصل، بتقول كمان إن هناك اختلاف ما بين المخطوطات. فده اللي أنا قلته لك حضرتك، إذا كان الأصل غير موجود، وإذا كان النسخ غيره، وإذا كان ليس نسختان مثل بعض، كيف نثق في صحة الكتاب المقدس؟ أنت حضرتك بتقول الأصل مش موجود. طب يا فندم، أنت الوقت سعادتك الآن في خارج لبنان، سعادت حضرتك الآن في الأرجنتين،
حضرتك لما تروح الارجنتين مثلا يعني بتاخد المؤهل العلمي بتاعك الاول وزاره الهجره في لبنان، وبعدين بيطلعوا على الاصل، وبعد ما يطلعوا على الاصل الصوره يمضوا عليها ويحط عليها ختم ستام ان اطلعنا على الاصل والصوره تبقي الاصل. طب الان يا فندم احنا ما عندناش الاصل وعندنا نسخ، كيف نتاكد ان النسخه في ايدينا مثل الاصل؟ اتفضل سعادتك. بكل بساطة تفضل. أول شيء هذا الكتاب اللي عم تقراه هو كتاب مسيحي، واللي عملوه هن أبحاث وحيث مسيحيين. تفضل. عندهم إيمان وعبذات الوقت عم بيقولوا الأشياء العلمية بكل دقة وبكل علمية يعني. صحيح صحيح. هيدا ما خليهم يكونوا مشككين، لأنه بالعكس الكتب النسخ تعرف قبل ما كانوا شي يكتبوا على اشياء بتطول، كانوا يكتبوا على البرده وعلى اشياء ما بتطول كثير، بتروح مع الزمن. صحيح. النسخ المعموله عنا اللي هي كثيره بتتوافق بكثير من الاشياء، في فيها بيبقى اوقات اشياء قليله حتى واحد يفسرها او يعني كذا تفسير. نيافه الان نيافة الأنبا، هذا ليس سؤالي يا فندم، هذا ليس سؤالي يا فندم، أنا بسألك يشوفوا كل النصوص ويقارنوا بيناتها. يا نيافة الأنبا أنت بتتكلم على نسخ من يا نيافة الأنبا، أنا الأصل غير موجود، كيف نتأكد أن الصورة زي الأصل؟ ما في شيء نعم الأصل مش موجود. طيب يا فندم كيف نتأكد؟ مش أنه معناته الأصل موجود. طيب ماشي يا فندم ماشي، النسخ عن الأصل. طيب ماشي يا فندم، ايش معناتها انه النسخ عم تكذب؟ نتجاوز النقطة دي يا فندم، نتجاوز النقطة دي. حضرتك عن في شيء من وراء النسخ. طيب يا فندم، انت حضرتك سمعت عن المخطوطة السينائية؟ نعم. المخطوطة السينائية حضرتك من اقدم المخطوطات واصحها، ودي كانت تقريبا سنة حوالي يعني نقدر نقول من اقدم الاشياء القديمة. ايوه يا فندم، لكن السؤال هنا يا فندم، هذه موجود السينائي اللي فيه تقريبا كل اكثريه النص العهد القديم مع بعضه. لا يا فندم بس دي واحده لو تكرر يا فندم، دي واحده يا فندم، نيافه الانبا دي واحده. النسخه السينائيه يقول علماء النقد النص عليها من اقدم المخطوطات وصححها، ودي كانت في نهايه القرن الثالث وبدايه القرن الرابع. ممتاز. النسخه السينائيه فيها العهد القديم وفيها العهد الجديد بالكامل. السؤال لحضرتك، هذه النسخة هل الكتاب بالمناسبة يا فندم موجودة على الانترنت؟ لأنها موجودة في المتحف البريطاني والنسخة بالكامل على الانترنت باللغة اليونانية وترجمة انجليزية. السؤال لحضرتك، هل صح كلام مظبوط، هل النسخة السينائية مطابقة للكتاب الذي بين أيدينا حضرتك؟ الشيء أكيد بدك تشوف. لا يا فندم ما كانش كله مطابق. طيب ممتاز يا فندم، طيب فندم انت بتقول كله مش مطابق. لا دي واحده حضرتك، حلو الاشياء السينائيه انه موجود بالكتاب المقدس. طيب. تقريبا باكثريه كتبه. طيب حضرتك مثلا على سبيل المثال نيافه المطران، حضرتك على سبيل المثال المخطوطه السينائيه العهد الجديد فيها متكون من كم سفر حضرتك؟ كم سفر؟ نعم. المخطوطه السينائيه عدد اصفار العهد الجديد كم سفر فيها؟ اصلا هذه النسخه السينائيه عن العهد القديم. لا يا فندم، لا يا فندم، هذا كلام غير صحيح يا فندم. النسخه السينائيه فيها العهد الجديد بالكامل. طبعا العهد الجديد انت عم تحكي، انا بعرف عم تحكي عن الترجمه السبعين. لا يا فندم، انا ما بتكلم على التراجم يا فندم، انا ما بتكلم. نعم. انا بتكلم على المخطوطات. يبقى حضرتك ما تعرفش المخطوطه السينائيه يا فندم. المخطوطه السينائيه من اقدم المخطوطات واصحها، والمخطوطه السينائيه وجدها العالم الالماني تشندروف في سانت كاترين في سينا، وكان موجودة حضرتك لمؤاخذة في صفيحة زبالة، لأن الروبان ما كانوا يعرفوا أن هي مخطوطة وكانوا بيدفوا بيها، فما راح العالم الأمان شندروف وجدها في صفيحة زبالة، ودي أقدم المخطوطات وأصحها، ويعود تاريخها إلى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. طيب المخطوطة السينائية، المخطوطة السينائية مش الترجمة، السينائية موجود فيها حضرتك، انت كنت فاهم غلط، السبعينيه ترجمه، انا اتكلم على التراجم. المخطوطه السينائيه عدد اصفار العهد الجديد كم حضرتك؟
29. لا يا فندم ال 27، 29 صفر، لان كان في صفرين قانونيين، ايه هما؟ رساله الراعي هرماس ورساله برنابه، ليس انجيل برنابه. هذه المخطوطه هيدول ما قبل تسيون الكنيسه. ايوه انا فاهم حضرتك، ايوه، لكن انت حضرتك قلت ان هيدول مطابقين لتعليمه يا فندم. انت 27 يا فندم، انت حضرتك 29 هيدول كتب تعتبر من الكتب المسيحيه الاولى. لا يا فندم، يا فندم اهميتها بس مش معناتها هي كتاب مؤسس. يا فندم لو تكرمت حضرتك بس اسمعني، خلي عندك ساتدري واحد. حضرتك هناك فرق ما بين التراجم وبين المخطوطات وما بين مخطوطات ناجي حمادي. مخطوطات ناجي حمادي اللي وجدوها في مصر في الصعيد في الصحراء سنه 45، انتوا بتقولوا عليها اناجيل منحوله، انا ما بتكلمش عليه، انا بتكلم على المخطوطات الكتاب المقدس واقدم المخطوطات والصحاوي السينائيه. تمام يا فندم، هذه المخطوطه فيها العهد الجديد بالكامل، كان يتكون العهد الجديد من 29 صفر من 27 صفر. هذه المخطوطة كانت هي الكتاب المقدس، والإمبراطور قسطنطين ودعها على إنها كتاب مقدس، عمل منها 50 واحد ووزعها على كل الإمبراطورية على إنها كتاب مقدس. كان فيها سفرين قانونيين، حضرتك بتقول صح، كان فيها سفرين قانونيين وهو رسالة الراعي هرماس وحضرتك تاني إيه اللي هي رسالة الكلام ده مش موجود الآن، يبقى ما نقدرش نقول اللي موجود في إيدينا زي المخطوطات. هذا أول نقطة. هل حضرتك المخطوطة السينائية لو عندك فكرة، مع ان حضرتك اختلط عليك الامر وبتتكلم على الترجمة السبعينية، انا ما بتكلمش على الترجمة، هل المخطوطة السينائية فيها نهاية انجيل مرقص؟ هل موجود فيها نهاية انجيل مرقص؟ ليك انت بتجي بتقول لي حاضر تتجاوب وانت محضر حالك، انا مش عاطيلك وانا محضر حالك يا فندم. انا بكل الاحوال رح اقول لك فضل. انه الكتب المقدسة الكنيسة حتى ثبتتهم اي هن الكتب اللي تعتبر انه هن كتب موحين من ربنا، موحات من ربنا، بمجمع التريدنتيني. مجمع ايه يا فندم تاني؟ مجمع ايه يا فندم؟ معناتها اول فترة كان في كتير كتب كانوا يعتبرون البعض انه هدول هن كتب العهد. طب يا فندم موضوع اولا من خلال لا دقيقة واحدة يا فندم، انت حضرتك بتتكلم بتقرب على اساس الايمان تبعها، قانون الايمان اللي هو ملخص الكتاب المقدس. دقيقة واحدة يا فندم، انت بتتكلم على ايه؟ شيء مخالف لتعليم الايمان ما بيكون من الكتاب. طيب يا فندم انت حضرتك بتتكلم على الكنيسة كثير كتب كانت قالت انه هدول منحولين وهدول ماشي كتب. انا ما بكد، انا لا اتكلم عن كتب المنحوله يا فندم. حدا بيقدر يا سعادة يا نيافه المطران يوحنا، انا لا اتكلم على الكتب المنحوله. مثلا على سبيل المثال عند حضرتك ترجمه اسمها العربيه المشتركه، هذه الترجمه عملها جميع الكنائس، يعني في المقدمه هنا حضرتك بتقول هذه الترجمه هي اول ترجمه عربيه وضعتها لجنه مؤلفه من علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية من كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية، وهي اللجنة المذكورة تقدم إليكم الكتاب المقدس كله بعد ما أنها ترجمة العهد القديم ورقعت العهد الجديد. حضرتك تعرف الخوري الدكتور العلامة بولس الفغالي؟ نعم أكيد تعرفه، من أكبر علماء المسيحية في الأرض كله. أنت إيه رأي حضرتك فيه؟ رأيك العلمي فيه؟ عظيم، الراجل عنده شهادات لا تعد ولا تحصى، ممتاز. الدكتور نفسه بولس الفغالي قال لحضرتك ان هو كان مشترك في هذه الترجمه، تمام، بالاضافه كان مشترك للكنيسه الانجيليه في مصر منيس عبد النور ومن اكبر علماء البروتستانت في مصر، وكمان كان مشترك فيها من الكنيسه الارثوذكسيه في مصر الدكتور موليس توادرس ومن اكبر علماء المسيحيه في الارثوذكس، ممتاز. هنا الترجمه بتتكلم على قانونيه العهد الجديد، بتقول ايه؟ الكتاب المقدس في عهده القديم والجديد، بتقول تكونت اللائحة القانونية لأصفار العهد الجديد على مراحل. أول مجموعة تكونت هي رسائل بولس التي تكلمت على رسالة بطرس الثانية الإصحاح 3 العدد 15-16، وبعدين ثم الأناجيل، الأول رسائل بولس ثم الأناجيل وسفر الأعمال اللي أنا اسمح حضرتك، وبعد نقاشات بين الكنائس قبلت الرسالة العبرانية اللي ماسح حضرتك
لان كانت مرفوضه. لماذا؟ لان الى الان بيقول الكاتب مجهول ليس بولس. كمان ورساله يعقوب ورساله بطرس الثانيه ورساله يهوذا وسفر الرؤيا. معنى كده يا فندم قانونيه العهد الجديد ما كانتش مره واحده، جاء على مراحل. نفس الكلام يا فندم بتاكده الترجمه. هيك قلت لك انا بال 1500 نعم فالكنيسه قالت اي هن الكتب المنحوله اي هن الكتب المقدسه. ايوه يا فندم، بس انا ما بتكلمش على الكتب المنحوله يا فندم، انا بتكلم على قانونيه اصفار العهد الجديد ما جاتش على مرحله واحده. يعني مثلا في الترجمه اليسوعيه بيشير الى رساله بطرس الثانيه، رساله بطرس الثانيه، وبيقول كيف يعني متى تم قبولها. اتفضل حضرتك اسمع ماذا يقول ده حضرتك. ايه شو المشكله هون؟ ما المشكله المشكله يا فندم، المشكله يا فندم ان العمليه مش زي ما حضرتك متصور يا فندم. العمليه هنا يا فندم ان اولا كتبت الاناجيل غير معروفين، المخطوطات مش اصليه، ان الكتب غيروا، ان مفيش مخطوطين مثلها. نعم يا فندم رضيت حضرتك، لانه كل هالجماعه اللي عم بيشتغلوا بالعالم وبيدرسوا الكتاب المقدس وبيقارنوه مع غير شعوب ومع حضارات. طيب ماشي، طب انا هقول لك اجيب لك دليل. انت الحقيقه تيجي انت بتفترض. لا لا مش انا يا فندم، انا ما بفترضش انه الاصل مش طيب موجود. يا فندم انت كله طب اتفضل يا فندم، اتفضل حضرتك بتقول انا بفترض. هذا حكم يا سعاده الدكتور، يا سعاده يا فندم عمل يا حضره. انت حضرتك بتقول ان اللي انا بفترض، انا جبت لك من الترجمه اليسوعيه الترجمه. مش افتراض هذا عندك يا فندم، مش افتراض يا فندم. انا الاصل مش موجود والنساخ عنه كل شيء يا فندم. يا طلع اخر شيء عندنا انه الكتاب المقدس بكل اللي صلوا 2000 سنه بيدرسوا فيه بكل كلمه يعني يا فت الانبا كله غلط. يعني يا فت الانبا افتراض ديني. يعني يا فت الانبا مش قادرين. يعني يا فت الانبا ارجوك بس يعني يا فت الانبا انت لو سمحت، انت حضرتك بتتكلم على افتراض مني. اسمع حضرتك لو تكرمت. واحد، الكنيسه الكاثوليكيه بتقول الترجمه اليسوعيه مدخل الى العهد الجديد صفحه 12 بلغنا نص الاصفار. طيب يا فندم انت بتقول انت جايبه من عندك، بتقول بلغنا نص الاصفار 27 وهي محفوظه الان في المكتبات في طوال العالم وعرضه، وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف. ادي واحد عند حضرتك بالنسبه نعم يا فندم ما سمعت. هقول تاني حضرتك، انت بتقول هذا افتراض من عندك، انا اجيب لك اراء جميع علماء المسيحيه كاثوليك بروتستانت ارثوذكس اللي الاصل غير موجود. واحد، ناخد الكاثوليك ترجمه الاب. قلت لك ان الاصل موجود. شيء قلت لك الاصل موجود. ما انت حضرتك بتقول انت قلت لك السبب ليه كمان. طيب يعني انت قلت الاصل مش موجود. طيب يا فندم يعني حضرتك قلت طب ممتاز. في عندنا نسخات كثير طيب ممتاز سعادتك بتضرم بكل المساحف بتلاقي في نسخ عن كتاب المقدس طيب موجوده مش موجوده عن كتاب ثاني. ممتاز. طب حضرتك الان سالتك عن الدكتور العلامه بولس الفغالي، قلت ده راجل عالم كبير وراجل عظيم. ممتاز. انا اتصلت بالدكتور بولس الفغالي، الدكتور قال لي بالنص كده يا سعاده الدكتور بولس الفغالي، ما راي حضرتك في الفصلة اليوحناوية اللي هي رسالة يوحنا الإصحاح الخامس العدد 7 الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. تمام؟ قال لي بالنص حضرتك الآتي، وممكن تتصل بيه. قال لي بالنص، قال لي هذا نص غير أصيل. قلت له يعني إيه يا فندم؟ قال لي النص ده مضاف واللي أضافته الكنيسة القسطنطينية، وإحنا بس نضعه في الحاشية مش في المد، لان هذا نص غير اصيل ومجامله لهم. ايه راي حضرتك؟ وممكن ترجع له تساله. هيدا نعم، اصلا الكتاب المقدس احنا بنقول في ربنا منش منزل من عند ربنا، يعني ربنا اجى قال له شو لازم يكتب وكتب. عم نقول نحن هالشخص اللي كتب من خبرته من وحي ربنا له كتب اللي فيه حقيقة خلاص يا فندم. كلامك حضرتك انا انت ما رديتش على السؤال يا فندم، انت ما رديت على السؤال حقيقي يا فندم، انت ما رديت على السؤال. مش انا بسأل حضرتك
يا فندم انت ما كانش يا سعاده انت ما رديت على السؤال. الرساله الى يوحنا الاسحاق. السؤال يا فندم هنا، انا اتصلت بالدكتور العلابه بولس الفغالي وقلت له يا سعاده هو قال لك انه هذا النص مش موجود. طيب هتشوفه بالكتاب تبع المطبع الشرعي ولا لا؟ ايوه ايوه قال لي مضاف، قال لي ليس قال لي ليس له اصل، واللي اضاف هذا النص الكنيسه القسطنطينيه، واحنا لا نرفضه ولا نوافق عليه، ولو وضعناه نضعه في الحاشيه كرامه لهم. حضرتك بتقول ايه؟ انا بعتذر بس بدي اقول لك بدك تميز بين شغلتين. اتفضل. بين البحث العلمي حول الكتاب المقدس، هيدا دائما في تطور له، يمكن لحديث هلا اني مش مكتشفين وين موجود هيدا النص، بس مش معناتها انه ايماننا بالنص مش مضبوط، لانه الكنيسه وتقالت قدمتهم للمؤمنين انه هيدول حقيقه كلمه الله لنا، احنا بنؤمن انه هيدي فعلا تحمل حقيقه الله لنا. هلا اني هيدا هي الكلمه في عليها اختلاف بالنسخات او هيدي مش موجوده بعد الحديث هلا، بدها تميز يعني بين العمل اللي فيه درس النص لهذا على طول في اخذ وعطي ومع التاريخ بيبين في كثير اشياء. طيب سياده بين الايمان. طيب انا فاهم يا فندم. هذا الكلام الموجود في الكتاب المقدس بالعهد الجديد بسفر يوحنا هو كلام الكنيسه قدمتنا اياه تنؤمن فيه. انا فاهم. انا حضرتك ده ايمان الكنيسه، انا ما بتكلمش على ايمان الكنيسه، انا بتكلم على حقائق مش ايمان الكنيسه. انت ما في لانه في دراسه الكتاب المقدس ما في حقائق يا فندم. ما احترام لحضرتك انت يا فندم يا سياده المطران تكتشف يا سياده المطران هناك فرق يا فندم يا فندم ما في حقيقه نهائيه يا سياده المطران. هناك فرق ما بين حضرتك تكون مؤمن وبين اللي انت مع احترام لسعادتك انت مش دارس الكلام اللي انا سامعه لحضرتك. ايمان بدون دراسه اللي انت بتقوله بدون اي دراسه علميه، انت بتتكلم ايمانك كمسيحي، انت راجل مسيحي تعتقد ان الكتاب المقدس هو كلام الله ومستحيل التحريف. انا فاهم كده، انا بكلمك بالدليل وانت رافض الدليل لان انت بتتكلم من الايمان. انت عم طلعه بتقول لي انه انت بتؤمن يعني فيك تؤمن بشو مكان يا فندم. انت اللي انت بتقوله الان ايمان موجود. لا يا فندم انه لا اصل مش موجود معناته هو مش موجود. طب انا اقول لك طيب هقول لحضرتك شيء انا بكل معاني اقول لحضرتك شيء اقول لحضرتك شيء واضح انا اقول لحضرتك شيء واضح انا اقول لحضرتك شيء واضح مش علمي اذا طيب انا اقول لحضرتك شيء واضح. الان عندما نتكلم على الكتاب المقدس تقدر تقول لي الكتاب اللي انت بتعتقد ان هو كلام الله المعصوم نعم كم عدد اصفاره؟ هل أنا عم تعمل لي فحص بالكتاب المقدس يعني؟ لا يا فندم انا بسال حضرتك. عندك كتاب وعندك مراجع تسالني انا مش محضر ولا شيء يا فندم كل هذا الكتب المقدس يا صح عم تعمل لي فحص مش عادي لهذا يا فندم يا مش عادي يا فندم يعني يا سعاده المطران انا لا مؤاخذة يا فندم لا مؤاخذة برجح لك انك انت يا سعادة المطران يا سعادة المطران المستعدين يا سعادة المطران مش حلو. طب اسمعني يا فندم انا بكلم سيد مطران يوحنا حبيب شامية راهب رشيد مارشال بالمارونية بالارجنتين، ما بكلمش واحد من عوام المسيحيين، وبكلم بسألك اسئلة الف ب مسيحية بي سي مسيحية. حضرتك الكتاب المقدس خلينا نرد وحضرتك تعلق عليه. حضرتك اتفضل. الكنيسة الكاثوليكية الكتاب المقدس 73 صفر. الكنيسة الارثوذكسية 72 لا 73 يا فندم لا 73 يا فندم 73 73 حضرتك بتقول 72 73 وبعدين مع احترام لك يا فندم مش مشكلة انا بضيع بالارقام لا ما في مشكلة اهلا وسهلا بيك. انا قلت حضرتك انت مش دارس حضرتك مش دارس يا فندم. اثنين يا فندم عند حضرتك الكنيسة الارثوذكسية في مصر القبطية 73 ومع ذلك يؤمنون بقانونية مزمور 151 يقولون كلام الله. ثلاثة الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية الحبشية الكتاب المقدس 81 صفر. الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 75 صفر. الترجمه البسيطه او البسيطه 68 صفر. الترجمه البروتستانتيه
66 صفر. اختار بقى بروتستانت 66، بسيطه 68، كاثوليك 73، ارثوذكس مصريين 73 بالاضافه المزمور 151، الارثوذكس الاثيوبيين 81، ارثوذكس يونانيين 75. اختار بيك اند تشوز، اختار حضرتك ايوم الكتاب المقدس. معلومات كثير قيمه حلوه، بس ما بتعني انه الكتاب المقدس مش حقيقي، واذا كان في ناس زايدين كتب ثانيه بالنسبه لهم بيعتبروها كتاب مقدس وكلمه الله، مش معناتها انه هذا الشيء غلط. لا غلط يا فندم، غلط. هقول لحضرتك غلط، مش غلط بمعنى انه نحن كاثوليك عايشين الكنائس على نيه عند البروتستانت ما بيقبلوا بسبع كتب من العهد القديم وبسبع كتب من العهد الجديد. هدول مين؟ سبع كتب عهد جديد. فين الكلام ده حضرتك؟ ايه الكتب؟ لا 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 انتظر حضرتك، انتظر هي بتحدد يا فندم. لا لا انتظر، انت قلت سبع كتب من العهد الجديد، هي المناسبة يا سعادة يا سعادة المطران. انت قلت معلومة خاطئة الوقت الأقباط. إذا التانيين يا سعادة المطران ويت بليز يا سعادة المطران، ويت بليز يا سعادة المطران انتظرني. انت حضرتك قلت معلومة خاطئة، انت قلت البروتستانت بيرفضوا سبع كتب في العهد القديم والجديد. الكلام بقول ما بيرفضوش شيء في العهد الجديد، الكلام ده غير صحيح. لا يا فندم الكلام المظبوط يا فندم هو سبع كتب في العهد القديم: سفر باروخ، سفر الطوبيا، ياديات، سفر المكابين الاول وبين الثاني، سفر الحكمه، سفر سفر استير. ما فيش الثاني، ما فيش العهد الجديد بيقبلوا ال 27 سفر اللي ما بيقبلوهم. لا لا لا، في منه اللي بيقبلوا يا فندم بيقبل. انا معايا فيهم. انا معايا يا فندم الكتاب يا سعاده طبعا ماري يعقوب يا فندم. انا مع يا فندم انا معايا يا فندم انا معايا مش القانوني يا فندم الترجمه يا حضره القمص الانبا، الترجمه الانجيليه اشهر ترجمه في الدول العربيه اسمها ترجمه فان دايك 66 صفر، محذوف منها سبعه بس اللي هم اللي انا قلتهم لحضرتك فقط، بيؤمنوا بالعهد الجديد كامل القديم بس بالنسبه الجديد لا. حطوا الكتب كلها بس بيعتبروا سبع كتب منهم منهم قانونيين، بيعتبروهم ديوتروكانونيكوس. طب انا عندي فكره يا فندم، حضرتك يمكن مع احترامي ليك مش دارس في علم النقد النصي او المخطوطات او الكتاب المقدس، نتكلم في الوهيه المسيح. المسيح عندما سأل رئيس الكهنة عن إيمانه وعن تعليمه قال أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي السر لم أتكلم بشيء. الراجل قال كله إيمانه في العالم. يسوع يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياتي. يسوع يقول من فمك أدينك العبد الشرير. عندك الكتاب المقدس، أين قال يسوع عن الله؟ يسوع ما تقول لي متى مرقس يوحنا بولس، أين قال يسوع عن الله؟ وقت سألوه نعم قدام آخر شيء أو أخذوه للموت قدام قياصة أيوة مجلس اليهود. أنت قصدك تقول أنا هو؟ الواحد كان عم يتهمه بشيء، أنت قصدك إنه بده يهدم الهيكل، واحد ثاني إنه مدري شو عمل أو شو قال. أيوة وقت سألوا أيوة عاوز تقول أنا هو؟ انا أيوة هو انا شو قال له؟ ايوه لا بص يا فندم أيوة. القصه ايوه القصه دي يا فندم انا هقول لحضرتك مع احترامي لك، القصه دي موجوده في أيوة. انجيل متى، موجوده في انجيل مرقس، وموجوده في انجيل لوقا. انجيل متى بيقول انت قلت، انجيل مرقس بيقول انا هو، انجيل لوقا بيقول انتم تقولون اني انا هو. تاني يا فندم، انجيل متى انت قلت، انجيل مرقس يقول انا هو، انجيل لوقا انتم تقولون اني انا هو. اختار بقى حضرتك الاجابه الصح لا لا يسوع. عندك ثلاث اناجيل وكل انجيل بيقول شيء، متى يقول انت قلت، مرقس يقول انا هو. انا واحد منهم المسيح بيرفض، ما هو انا بقول لحضرتك هو غلط. شوف يا حضره سعاده الانبا يوحنا، سعاده الانبا يوحنا، سعاده الانبا يوحنا، انا بسال حضرتك ساعات الان بقى. انا بسال حضرتك يا فندم، انا والاب واحد. ايوه ممتاز، خلينا بس نسيبها، انا خدها دقيقه واحده يا فندم. انا والاب واحد ممتاز ممتاز، ثواني بس خليني ارد على حضرتك.
خلينا نرد على حضرتك. مع انه هو انسان عم يعمل هو حلو اليه. طيب خلينا بس دقيقه واحده خليني ارد على حضرتك يا سعاده الانباء. ارد دقيقه واحده بس. انا بسال حضرتك هل عندك نص واضح من يسوع يقول انا الله؟ لو ما عندكش نص نناقش اللي انت بتعتقد ان هو معناه انا الله. هل في نص صراحه قال انا الله؟ هيدي بدك تشوف شو معناتها انا الله. هيدي المسيح نحن بنقول بالايمان المسيحي. تفضل. وقت كان عايش مع تلاميذ تفضل ما اجى قال لهم ايه انا الله انت بتقبل شيء هيك؟ ممتاز الحقيقه احسنت. يعني انت حضرتك بتقول ممتاز انا موافق معك. التلاميذ ايوه ما عرفوا انه هو الله الا بعد ما قام من بين الاموات. طب ممتاز. مشان هيك كانوا ماشيين بمسيره ايمان مش تغري. قال لهم انا الله. ممتاز. يعني اللي انا فهمته من حضرتك يا سعاده يا سعاده المطران يوحنا اللي انا فهمته يسوع المسيح لم يقول انا الله. ممتاز. لكن التلاميذ فهموا بعد القيامه. الان اسمعني لو تكررت. العهد القديم نعم عند حضرتك في التكوين 46:3 يقول الله فقال انا الله اله ابيك. عندك التكوين الاصحاح رقم 35 العدد 11 وقال له الله انا الله القدير. عند حضرتك مزمور 46:10 كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض. اسمح لي لماذا لم يقل انا الله؟ نعم يا فندم. بعطيك شاهد بس بسيط انا. اتفضل يا فندم. اجوا مره عم بيسالونا المسيح ايوه انه اذا انت فعلا من عند ربنا او ربنا اللي بدك اياه هالمعنى. لا ما فيش ربنا. قال له اعطاهم جمله من الكتاب ايوه العهد القديم ايوه قال لهم فسروا لي اياها شو معناتها. اتفضل. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك تحت قدمي. كويس الكلام. الممتاز الكلام حضرتك انت بتقوله هذا الكلام موجود في انجيل متى الاصحاح اعتقد نعم. 22 اعتقد العدد رقم 42. خلينا اقول لحضرتك النص اسمع النص بيقول ايه. انا مش رح اشارعك بالقران. لا لا يا فندم. لا يا فندم انا بفضل الله نعم. عارف الكتاب المقدس وعارف يعني انا هقول لحضرتك بالظبط ايه القصه بالظبط. عظيم. هنا انجيل متى 22:41 وفيما كان الفريسيين مجتمعين سالهم يسوع ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. فان كان داود رب داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ لا شوف يا فندم اولا الكلام ده ماخوذ منين؟ من مزامير يا فندم من مزامير المسيح عليه السلام. هيدي علامة انه بالعهد القديم كمان كان ربنا عم بيوصل له انه عن سر انه الله الواحد بجوهره هو مثلث بالاقانيم. لا, لا 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 استنى يا فندم لا مؤاخذه يا سعاده الانباء يا سعاده الانباء يعني لا 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 يا سعاده الانباء الكلام ده مش موجود في النص. عن يميني حتى اضع اعدائك تحت قدمي. يا سعاده الانباء الفاضل انت بتقول كلام مش موجود في النص. نعم. الان يا فندم الان قال الرب اولا حضرتك لو رجعت الكلام ده موجود في المزامير. الموجود ده موجود فين؟ موجود حضرتك في مزمور رقم 110:1 مزمور 110:1 تمام يا فندم؟ طب يا فندم الترجمة اليسوعية اللي انت حضرتك وهي كاثوليكية وانت راجل كاثوليكي النص بيقول حضرتك ايه؟ قال الرب لسيدي ليس للرب. عظيم. لا ما هي كلمة الرب والسيد. لا لا دقيقة واحدة يا فندم دقيقة واحدة. كانوا يستعملوا اسم الله. لا 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 دقيقة واحدة احتراما يا فندم. لا دقيقة واحدة. كانوا يستعملوا كلمة الرب او السيد. طب يا فندم لو رجعنا او سينيور. لا دقيقة واحدة يا فندم دقيقة. كانوا يستعملوا. لا دقيقة واحدة يا فندم احنا نرجع للاصل. من هيك وقت يستعمل كلمة السيد او الرب او ادوناي بالظبط. ويت انتظر بالظبط كده. اذا احنا لو رجعنا للاصل النص العبري في فرق الرب الاولانيه الوهيم والثانيه ادوناي. وادوناي ليست الوهيم. الوهيم يعني الله المعبود جاد اولمايتي. ادوناي يعني سيد. فهمت حضرتك؟ فقال الرب صح زي ما انت قلت. اذا ليس لربي
لسيدي يا فندم مش لربي. اسم الله يا فندم. النص هنا بس يعني اذا انت لقيتها بالترجمه اليسوعيه هيك في اختلال بثمان، بدك تشوف النص الاصلي. الاصل بيقول كده يا فندم، الاصل بيقول الاولانيه الرب الوهيم والثانيه ادوناي. طيب يا فندم، انت قبل بالعهد القديم ما كانوا يستعملوا كلمه الوهيم. طيب يا فندم الان احنا استعملوا كلمه ادوناي. لو نسوا كيف بيتعمل. طيب ايه راي حضرتك على قبل ما كانش في عنده الحركات بتاعته. طيب انا على سبيل المجادله هقول لك ماشي، على سبيل لكن هتبقى عندنا مشكله. ايه المشكله؟ قال الرب لربي. ازاي بقى؟ المفروض رب واحد، ازاي ربين؟ هو في رب ليك ورب ليا؟ قال الرب لربي. ما ينفعش يا عظيم. هيدي نحن ما بنقول في رب، في ربين بمعنى في اله. ممتاز ممتاز. مش معقول يكون في الا اله واحد. احسن. لانه اذا في اثنين ليه بتعبد ثلاثه حضرتك؟ طب يا فندم اثنيناتهم ما بيكونوا مطلقين. يا فندم اذا كان ما فيش اله واحد ليه بتعبد ثلاثه؟ الاب والابن والروح القدس. مش نحن ما بنعبد ثلاثة آلهة، لأنه الجوهر الألوهية واحد. طب ممتاز، إما تقول الجوهر. طب أنا الجوهر الواحد عنده نية ثلاث أشخاص اللي هن الآب والابن والروح القدس. ثلاث أشخاص. أنت بتقول ثلاث أشخاص. ثلاث أشخاص لكن الجوهر واحد. يعني الآب صح. غير الابن، غير الروح القدس، ومع ذلك الجوهر واحد. يبقى دول ثلاثة ولا واحد؟ أنت بتقول صح، يبقى ثلاثة ولا واحد؟ هيدا اول شيء سر يعني صعب نحن علينا نقدر. اه بالظبط كده، العمليه ايمان لن تستطيع تشرحها. شيء غلط كثير. العمليه ايمانيه، ما نقدرش نشرحها. شوف يا فندم، العمليه بمنتهى السهوله، هل يسوع هو الاب؟ لا، يسوع مش الاب. مين اللي بيقول كده؟ يسوع. فين الكلام ده؟ انجيل يوحنا الاصحاح 5 العدد 31، ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو اخر. كلمه اخر زي ما انت عارف another person someone else، وانا اعلم اني شهدت حق. انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد الحق. من يوحنا؟ يتكلم على يوحنا المعمدان. ماذا يقول يسوع ليوحنا المعمدان في انجيل لوقا الاصحاح 7؟ يقول عليه اعظم نبي. رفض شهاده يوحنا المعمدان لاني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان. 7:28، ومع ذلك رفض شهادته. ليه؟ لأن الشاهد الآخر، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، لأن الشاهد الآخر هو الله. فين؟ وإما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا. متأسف. العدد 37 بيقول والأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعه صوته قط ولا بصوته. إذا الشاهد الأول يسوع، الشاهد الآخر الأب. الأب ليس الابن. اثنين، الأب ليس الابن ليس الروح القدس. مين يقول برضه يسوع؟ يسوع يقول وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزي آخر. انتوا بتؤمنوا المعزي الاول هو يسوع والمعزي الاخر هو الروح القدس. اذا الاب ليس الابن ليس الروح القدس. ادي واحد. دي كمان بتعتبروها حضراتكم هرطقة او تجديف، اسمها هرطقة سابيليوس او هرطقة مؤلمي الاب. لو قلنا يسوع هو الاب ويسوع مات، يبقى الاب مات على الصليب. طب ممتاز. اذا كان يا فندم الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس، السؤال اللي حضرتك واضح جدا، هل اعلن يسوع صراحة عن اسم الإله؟ يعني هناك نص من أحد الأناجيل يقول صراحة الإله هو الشخص ده. في نص يا فندم؟ نيافة المطران، في نص؟ نيافة المطران يا فندم، يعني نيافة المطران. حضرتك يا فندم ما ردتش عليا، بتسمع ما بتردش. يعني نيافة المطران. أنا رد عليك يا فندم، أنا رد عليك. قال الكلام ده في إنجيل يوحنا الإصحاح 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الآب، أنت الإله الحق وحدك. إذا كان الأب ليس هو الإبن، وإذا كان الأب ليس الروح القدس، وإذا كان الأب هو الله وحده كما يقول يسوع، يبقى كيف نؤله الإبن؟ قول لحضرتك بقى، كيف نؤله الإبن يا فندم؟ يا سعادة المطران، سعادة المطران، سعادة المطران، انت فاتح لسه التليفون يا فندم. طب العموم انا بشكرك يا فندم، اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يهدينا ويهديك الى الحق، واسالك ان انت يعني حاول فكر في الكلام اللي انت قلته. العمر قصير. الكتاب المقدس يقول كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه.
انا بنصحك نصيحه لوجه الله، الموت علينا حق، والموت ياتي في اي وقت، والموت يقين. راجع نفسك قبل ما ياتيك الموت، قبل ما ياتيك ملك الموت، لان الله سبحانه وتعالى يقبل المغفره الا الله سبحانه وتعالى ممكن يغفر لك كل ذنوبك الا الشرك بالله، تشرك بالله وتقول ان المسيح هو الله او تؤمن بالتثليث، هذا الشرك بالله. فانصحك نصيحه لوجه الله، قبل الممات رجع نفسك وامن بما امن به المسيح، وهذه هي الحاله الابديه، ان يعرفوك انت لله حق وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان المسيح رسول الله، واشهد ان محمد عبد الله ورسوله. انا بشكرك على حسن ادبك وسعة صدرك، مع السلامه. كان معانا 45 دقيقه مناظره هاتفيه، اتفضلوا حضراتكم مع مين؟ صاحب السياده المطران يوحنا حبيب شاميه، راعي ابرشيه مار شربل المارونيه في الارجنتين. صاحب السياده المطران يوحنا حبيب شاميه، راعي ابرشيه مار شربل المارونيه الارجنتين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يصح من نيتي وتكون خلاص الوهي لاجل الله الكريم. اسالكم للدعاء، يعني ادعوني بظهر الغيب، انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخلص نيتنا ويكون خلاص لاجل الله، وان يرزقنا ان شاء الله الشهاده، وان يرزقنا حسن العمل. الله اكبر، تكبير كل فرد مسلم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.